النهارده هنعمل كرافت سهل قوي قوي ولذيذ قوي قوي. ايه ده؟ عندنا هنا الستيكس دول بتوع اللي هم بيبقوا شبه بتوع الايس كريم بس ملونين. تمام، هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد المقص ونفتح الكيس، وبعدين هناخد منهم كمية من الالوان اللي عندنا. خليه كده محطوط قدامنا علشان ممكن ناخد مثلا من اللون ده. شكرا. هناخد بقى دلوقتي من الالوان التانية اللي عندنا، يعني مثلا ناخد اخضر اورنج واحمر وبرضو اصفر. مش معقول مش هناخد اصفر. وهنبتدي نحط منهم هنا، هنحط بقى باشكال ايه احنا ده عايزينه كده عشان اسهل لي في الشغل. هنحط بقى ايه دلوقتي؟ هنحط من دول يعني عايزين نحط كذا شكل منهم، يعني مثلا واحده طالعه واحده نازله واحده طالعه. خلينا نرصهم الاول كلهم احسن كده، مثلا دي كده مثلا دي كده. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد اي لون بقى، انا قلت لكم عايزين ناخد الاصفر، وهنبتدي نحط عليه كده هنا من مسدس الشمع اللي عندنا بهذا الشكل، ونخليه هنا عشان يلزق لي دول كلهم مع بعض. يعني بعمل كده تمام، فاحنا لزقنا كل دول مع بعض وكده. احنا كده دي كده تمام، احنا قويناها. فبصوا بقى عندنا ايه؟ بقى عندنا ده. اوكي، دي بقى ممكن تكتبوا عليها اي حاجه. هنكتب عليها ازاي؟ ممكن مثلا نجيب ده ونكتب عليها كلمه اهلا وسهلا، ممكن نكتب مطبخ، ممكن نكتب كيتشن، اللي انتوا عايزينه. فمثلا لو هنكتب مثلا كيتشن، انا بفضل ناخد اتنين كده مع بعض احسن، ممكن نلولمهم مع بعض. خليني بس اوريكم كده في جزء ازاي بنعملها، وبعدين بنشوف افكار للتزيين كده. اهو نيجي هنا مثلا، نروح عاملين كده ونلزق اول حتة من كلمة كيتشن بهذا الشكل. حساها طويلة شوية، خلينا نقصها من هنا كده. ناخد تاني دلوقتي حتة تانية، بس عايزة اوريكم الفكرة وانتوا تكملوا بعد كده. مثلا عايزين نعمل حرف الكيف، هنعمل مثلا هنا لزق كده وهنا لزق كده، وناخد دول كده ونحطها هنا بهذا الشكل. فكده احنا لزقنا حرف شبه حرف الكي اهو. واي زيادة انتوا حاسينها عندكم على طول بالمقص واقطع، بالمقص واقطع تمام اهي. هتكملوا بقى زي ما انتوا شايفين كده كلمة كيتشن بنفس الطريقة اللي عملنا بيها حرف الكي كده اهو، شايفين اهي بنفس الطريقة بالظبط. او عايزين تكتبوا بالعربي زي ما انتوا عايزين. في بقى ممكن تجيبوا شوية حاجات كده وتزينوا بيها الدنيا، يعني مثلا ممكن ناخد المعلقة الخشب دي ونحطها كده كمان على الستيكس اللي عندنا دي مثلا هنا كده. بما ان الموضوع متعلق بمطبخ، يعني ممكن ناخد الفرخة دي مثلا ونحطها كده هنا